عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المجيد مشنين حارس فريق رجاء محباكو. الحمد لله تمكنا نحققوا 3 نقاط اللي كنا محتاجين لها بزاف، وهذا من فضل الله. الحمد لله دينا 3 نقاط بالنتيجة 4-0، والحمد لله ربي وفقنا وكنا محتاجين له بزاف بزاف. شكرا بزاف. السلام عليكم، معكم لاعب فريق رجاء محباكو عبد الرزاق بلال. المهم اليوم فزنا على السعادة 4-0. المهم استحقنا نفوزوا الصراحة، لعبنا ماتش مزيان، وهذه أول 3 نقاط يعني مع تعادلنا في القصر. خسرنا جوج خسارة وتعادلنا في القصر، يعني هذا أول فوز. أعطينا واحد الدفعة كبيرة باش نخرجوا نتشاونا هاد السيمانة إن شاء الله ونحصلوا على شي نقاط. على المهم على أقل أضرار نقطة واحدة إن شاء الله. وكنشكر الفريق كامل، يعني لعبنا كرجل واحد. المهم الصراحه صح كاين الفوز اداء ونتيجه، ماشي راه النتيجه 4-0 ماشي جات غير هيدا وصافي. شحال شتي بهدف في هذه البطوله هذه؟ جوج. لا ماشي في هذه المقابله لا، حاليا دابا جوج، هذه اول مقابله نسجل فيها. آه والحمد لله ان شاء الله القادم احلى ان شاء الله. شكرا بزاف.